اليوم نتم بفضل الله عز وجل خلال شهري سبتمبر واكتوبر نتم افتتاح 427 مسجدا في شهرين على مستوى الجمهورية. النهارده كده بهذا المسجد ما تم افتتاحه حتى الان في شهري سبتمبر واكتوبر بلغ 427 مسجدا. 427 مسجد عدد غير مسبوق لا في تاريخ الدولة المصرية، ولا أظن ولا أعلم أن دولة في العالم تفتتح هذه المساجد. بعض الدول بعضها لا يملك هذا العدد، هذا العدد أكبر من عدد المساجد الموجودة في بعض الدول. يمكن المرة دي البيت زي ما قال معالي الوزير في إحدى قلاع التعليم في المحافظة اللي هي جامعة الدلتا. طبعا احنا بنشكر الجامعة على هذا الجامع الجميل، وزي ما قال معالي الوزير انه بيقدر يضم المصلى للسيدات ومصلى للشباب بحيث يكون منبر ديني داخل المنبر التعليمي او منبر الجامعه.